مرحبا يا رب، حسكم الله. شفت هاللور اللي حطنا عليه ان الاظافر كم مؤقت عشان استخدمها هذي. حاليا وصلتني الاستيكرات اللي طلبت من خارج البحرين، هذه الاستيكرات اللي حق الخاصين حق اللور هالسوالف، اللي هو كان حق كاستينج ولا حق تشيكينج ولا هالسوالف. فخلونا يا جماعة الخير نركب على ذي الاستيكار ونشوف شلون يطلع شكله. شوي ناخذ من هني عشان نفي الهوك حق السناب. شوي يا جماعة الخير طريقة يقصين الاستيكر، شيل القطاس اللي ورا الاستيكر، الطريقة ركبنا الاستيكر. غير اللون لونه كامل. هم عندي بعد استيكرين حطهم برا، ضمنهم اللون الاحمر نقدر نقصه نحط على راس اللور. شوفوا يا جماعة الخير هالطريقة تهوس على الاستيكر، تخليه يلزق قوة شوي. لمعته هالطريقة يا جماعة الخير لزقنا الاستيكر. هاي قبل حطينا عليه نتظافر عشان نستخدمها مؤقتا. شلون يا جماعة الخير لصق الاستيكر بالضبط على اللور. الحين قص حق الجهة الثانية. يا جماعة الخير بهالطريقة هنقص حق الجهة الثانية. حتى لو زاد مو مشكلة، حتى لو زاد مو مشكلة. استيكر جاهز. هذيك الجهة ما قصينا شوي دائري، القصة دائري شوي. عشان يركب عدل هالطريقة. Thank you.
يا جماعة الخير، هذه حنة الأظافر السيلفر استخدمها شوي. حق المكرون تحت نغطي مكان شيء بسيط يبين وقلون الأحمر نتضاف الحمرة خلي يجف هذي اللي قبلي عشان نحط غيرها. الحين لون الأحمر الطريقة تاني شوي بعد شوي جماعة الخير صار لون أحلى خلي جف عشان أحط الجهة الثانية شو يا جماعة الخير والحنة مال ستيكر والحنة تضافر شلون صار لون اللور اللي هو كاستنج بيه نقدر نستخدمه بطريقة صحيحة. يا جماعة الخير نفس ما خبرتكم عندكم لور كون حق كاستنج والله جيكينج قدرون اذا صارت لاف والله لون تستخدمون الاشياء اللي استخدمتها هنا الفيديوهات السابقة في هذه الفيديو بعد ان شاء الله بنزل لك فيديو شلون تسوي لك ميتال جيك. شو يا جماعة الخير ركبنا الهوكات في يدي وبقى لنا نستخدمه نشوفه. شفتوا يا جماعة الخير هذي ميتال جيك حطيت عليه ستيكرات هذي نفس الستيكر قصدت منه عشان افحص الستيكر هل هو انشال من السحب والله من
الماي والله من قوة الماي تيار الماي تم كونه. فعسكم القوة ولمتوا صادقين.